أول ما وصلنا مدينة نوتنغهام، واحدة من أقدم المدن البريطانية واللي فيها واحدة من أعرق الجامعات في العالم، التقينا بنورة الغبرة مرشحة الدكتوراه في مجال ناطحات السحاب المستدامة. أم دانا بتفرجنا على تجربة سكنية مثيرة للاهتمام في جامعة نوتنغهام. أنا أحب التحديات، وكونها أنه فيها أنه كيف أخلي هذه ناطحة السحاب تكون فيها استدامة وخضراء، هذا تحدي فظيع. فهذا الشيء اللي شدني انه ايوه لا ابغى اسويه، ابغى اشوفه بالذات في الخليج، انه ما عندنا نماذج اللي زي كذا. كل القوانين المتعلقه بالبناء في السعوديه او معظمها ما في، دائما الواحد يحتار ايش الجستيفيكيشن من وراها، ايش الفكره من وراها. يعني اي شيء انا احطه لازم احط انا ليش بسوي كذا، ليش انا حاعمل هذا القانون، ليش انا حاعمل هذا الشيء، لانه هذه صميم حياه الناس، هذا مبنى، هذا البيت اللي انت حتسكن فيه والمبنى اللي انت حتشتغل فيه وحتدرس فيه. طب انا بدي اعرف انا ليش بنيته بهذه الطريقه، ليش هو تبنى بهذه الطريقه، ليش حيتسوى بهذه الطريقه. ما انت فاهم ايش الفكره من وراها بالضبط، ولازم فيها، وما تاخذ الكهرباء والمويه غير بيها، يعني يربطوها طبعا بالنظام الثاني، فبصعبوا على الناس بقوانين. طب لحظة، هل هي شيء عشان الخصوصية السعودية؟ هل هو شيء عشان البيوت ما تصير لاصقة ببعض؟ طب بالعكس، زمان لما كانت البيوت فيها الكورت الداخلي ما كان فيها أي شيء، كانت البيوت كلها لاصقة ببعض، بس كلها البيوت دي يعني كلها متوجهة للداخل، ما كان في أي ارتداد، كانت تحقق الجانب البيئي وكانت تحقق الجانب الخصوصي أو الاجتماعي اللي عندنا. هذا المبنى على فكرة تبنى 3 مرات. هذا المبنى يتفك ويتركب. يغيرون مكانه ولا بس أيوة. على حسب لا يغيروا مكانه، لأنه أول مرة تبنى في برشلونة نفس المبنى بكبره لأنه زي فكرة البري كاست بيلدينجز، يعني المباني المسبقة الصنع. أيوة. فهو كله قطع تتركب وتتفك، فتقدر تشيله وتركبه في مكان تاني. فهو كان أصلا ضمن مسابقة اشتركت فيها جامعة نوتنغهام في برشلونة، وفازت بالمسابقة كأفضل تصميم مبنى بيئي لهذا البيت. هذا البيت مرة جميل شكله. أيوة صراحة. أيوة، وحتى من جوه جميل. شوف دول سكان البيوت الثانية. أوه ساكنين هنا هم. أيوة في ناس ساكنين، في كم بيوت ساكنين. مين سكنهم ولا كيف؟ تقدم للجامعة. أيوة عادي، تقدر تقدم للجامعة أبغى أسكن في البيت ده. طيب أوكي تسكن. طيب يجي دورك وكذا. بس معظمهم بوست جراديويت، معظمهم طلاب دكتوراه يكون او ماجستير في القسم او في الجامعه، في قسم البيئه مو شرط، ممكن في القسم الثاني. ايوه الفكره انه نرجع لموضوع انه كيف تربط الصناعه بالاكاديمي، بالجانب الاكاديمي او سوق العمل بالجانب الاكاديمي. فهي كلها من شركات، يعني شركاتهم هنا البريطانيه، شركات اللي هي متخصصه في الامور في حلول الاستدامه، سواء كانت عن طريق مواد بناء، سواء كانت عن اجهزه، سواء كانت على الطاقه الشمسيه، سواء كانت على الاختراعات الجديده. فكلها هذه الجامعه بتعطيهم فرصه انهم يجربوها. يلا احنا هنا خذوا الارضي، ابنوا المبنى، حنبني لكم المبنى وحطوا فيه التكنولوجيا حقتكم. في الجامعة. في الطلاب. على رأس الطلاب، هو مساكين يعني التجربة على رأس الطلاب. بس يتعلم. أيوه. بيتعلم شيء مو بنظري، مو بس. أيوه مو بس إنه هذا، لا بشوفه قدامه. لا شيء ملموس محسوس قدامه، بشوفه بيتعلم فيه. في طبعا تجارب انه هم نفس الطالب بيبني المبنى ده. مشروع زي هذا كيف يساعدكم طلاب دكتوراه او حتى طلاب ماجستير في متخصصين في هذا النوع من البنيان اللي يعتبر جديد؟ يساعد كل المراحل. يعني هذا البيت مثلا تم تصميمه وبناؤه من طلاب اندرجراد، من طلاب بكالوريوس. تصميمه وبناء، التصميم والبناء، البناء حتى البناء يبنوه. بس يعني بلاش نقارن ببريطانيا، لأنه بريطانيا خصوصيتها يعني الجانب الخصوصي مختلف عن السعودية. بس لو قارنا في السعودية ما بين دحين وزمان، ما بين بيوتنا قبل 60 سنة 70 سنة، أجدادنا كيف كانوا يبنوا اللي هي بيوت حقيقي بيئية توافق البيئة اللي عندنا، سواء كانت بيئة طبيعية، بيئة اجتماعية، بيئة اقتصادية، كانت بالفعل هي البيوت الصحيحة. البحث حق الماجستير كان هو نظام الماجستير هنا ترمين، ترم أول استوديو، ترم ثاني استوديو، بعدين الترم الأخير البحث التخرج نفسه. هذا حيفيد الجامعة طبعاً، إنه في أيوة طلابها قاعدين يشوفوا قدامهم أيوة نتيجة فعلية، وفي نفس الوقت حيفيد الشركة هذه، حيفيد الشركة في البحث، عشان الشركة دحين أوكي هي طلعت هذا المنتج، تبي تتأكد هل هذا المنتج حقيقي 100% ملائم للمستخدم ولا لا؟ لأن هم أصلاً عندهم ميزانيات انهم يسووا تيست. أيوة. ويشيكوا على بالضبط. ايوه فهنا الجامعه بتعطوهم فرصه، تعالوا اعرضوا منتجكم. ايوه اعرضوا منتجكم وشوفوا مثلا الشركه دي تبى تسوي منتج جديد لسه ما تبى تنزل للسوق، طب احنا هنا بنعطيكم فرصه للاختبار، فرصه لتجربه
المنتج حقكم. فهي دي الميزة إنه فيها في على طول تعاون كبير ما بين الاندستري ما بين الصناعة وما بين الأكاديمية العامل الأكاديمي. هذا الشيء نفتقده للأسف في جامعاتنا في السعودية. في فصل هائل ما بين إيش احتياجات السوق، إيش السوق الفعلي، وإيش اللي إحنا بندرسه لطلابنا. والله ما أعتقد طلابنا يطلعون عارفين السوق إيش وضعه بالضبط. ولا شيء. أيوة. هي بس ينتظروا فترة ال internship ولا أيوه. التطبيق آخر أيوه. سمستر ويروح عند زبط عند واحد يعرفه بالزبط. ولا شيء. هو ده للأسف. لا هي مشي للموضوع. وخلصوا 3 شهور يلا بيها خلاص. أيوه. بس هنا لا يعني في عندهم هذا التعاون المستمر بين الاثنين. الحكومة تدعم هذا الموضوع ونفس القطاع الخاص كمان، يعني يكون في شركات ممكن أثق فيها صيانتها كويسة تقدر توفر لنا خدمة ممتازة سواء خدمة في البيع خدمة ما بيع ما بعد البيع. يعني يتعاملوا مع الموضوع برودكت، هو في النهاية منتج، بس إنه كيف أنت تخلي المنتج هذا accessible للناس ويقدروا يستخدموه. تعرفي كم حق البانل بكم سعره؟ أيه. لا والله ما اعرف، وانا مره انترستد ابغى اعرف كم حقه صراحه. أيه. غريب انه مره قليل يعني. أيه. بالذات انه الان سعر الكهرباء ارتفع وسعر المويه ارتفع. مو هو دحين الوقت، انا اشوف من وجهه نظري الخاصه انه دحين الوقت المثالي انه احنا نبدا ندخل هذه الافكار في السوق في السعوديه. يعني انه كيف ترشيد الطاقه، كيف الطاقه البديله، كيف نستخدم السولر سيستم، كيف نستخدم الرياح، كيف يعني نبدا دحين هذه الاشياء نثقف فيها المجتمع مره كويس ونطرحها منتجات في السوق، لانه الناس دحين مستعده، بدات الناس تسمع. يعني احنا دائما نقول ايش الاشياء اللي تخليك تتجه لاي شيء؟ قرشك او انه الباشن اللي عندك. طيب احنا دحين بدانا نتمسك من القرش، اخيرا بدانا نتمسك من القرش، فالناس دحين مستعده. عشان كده بقول لك الناس مستعده تسمع لانها بدات تستوعب، بس انه ما هي مستعده تجرب لانه ما في ثقه في اللي موجود عندنا في السوق. هذا اذا كان اصلا موجود في السوق. مجرد ما انت تكتب سولار بانلز تطلع لك 20 شركه ويجوك للبيت ونركب لك هي ونتابع لك وراها ومدائية. يعني مسهلين الموضوع. أيوة مسهلين الموضوع جدا. فهي هو ده الفرق. يعني هي دي الحلقة المفقودة للأسف. هي 3 جوانب. أوكي. هي أنت في عندك موضوع المبنى نفسه مصنوع من إيش بالضبط، العزل، الزجاج، نفس العمارة حقتها أو نفس البناء حق المبنى. اسمنت البلوك. أيوة. هذا أول جانب. الجانب الثاني عندك التكنولوجيا. أوكي. فالتكنولوجيا زي الطاقة الشمسية، إذا إحنا نستخدم أجهزة في الداخل تزيد التدفئة أو تقللها. أوكي. فهذا الجانب الثاني. الجانب الثالث عندك التصميم، إنه أنا البيلت كيف، لما تكلمنا على إنه الشمس، الرياح، كيف الأورينتيشن حق المبنى، توجيه المبنى، مساحات الشبابيك قد إيش بالضبط. فهنا يدخل موضوع التصميم. فعندك التصميم وعندك المواد وعندك التكنولوجيا والناس نفسهم. أيوة. هذا العامل الرابع المهم جدا، أو البعد الرابع تقدر. أيوة. تقوله لهم اليوزرز، لأنه أنت هو هذا شيء مرة مهم في المباني دي. أوكي. يعني أنا ممكن أسوي كل دي تكنولوجيا على مستوى صغير، على موديل صغير وخلص، وأسوي عليها تيستينج، أسوي محاكاة للشمس، للرياح، لدرجات الحرارة. طيب. بس أنا ما حعرف بالضبط كيف الناس بتستخدم، كيف اليوزر بيهيفير. وهذا الشيء يعطيني طبعا بعد أعمق للدراسة. يعني إحنا هناك حتى جربوا مثلا ما حتى بعد ما يبنوا البيوت ما في أحد يراجع وراهم، طب هذه البيوت كويسة ما هي كويسة، الناس اللي جوا مبسوطين ما مبسوطين، البيوت هذه بتستهلك طاقة بطريقة سليمة ولا لا. ما عندنا للأسف المتابعة، ما عندنا ديتا مكتوبة أو إحصائيات سليمة إنه مثلا والله الفرد السعودي يستهلك قد كده من الطاقة في مثلا في الأجهزة، أو الفرد السعودي يستهلك قد كده من الطاقة في التكييف. مدري في أرقام كبيرة عامة بس ما في أرقام يعني محددة نقدر نستخدمها في أبحاثنا. فهنا نرجع لموضوع البحث وأهميته. وهنا مشكلة لما يكون في قلة بحث بالذات في الجامعات. أيوة. والطلاب فعليا في الجامعات يعني جملة قلتيها قبل قاعد يروحوا مدارس. أيوة. مدارس كبيرة وبس. أيوة. يعني ما في البحث نفسه. إذا تفتكر وإحنا كنا جوا الأستاذ قال كلمة إنه لأنه دائما الدراسة مرتبطة بالبحث، لما قال research is always associated with studying. فأنت تجيب بحث، يعني أنت تبدأ من البحث وبعدين النتائج حقته تقدر تطبقها في التدريس. بس إحنا ما عندنا هذا للأسف، في هذه الحلقة المفقودة ما بين البحث والدراسة. فدائما عندنا البحث فكرته خاصة أجلس في المكتب وأقرأ كتب وأشوف وهذا وأجمع معلومات وانتهى الموضوع. ما في إنه أنزل في أرض الواقع أشوف الناس إيش تحتاج، إيش بتسوي، إيش بتستخدم. ما عندنا دي.
في نهاية جولتنا التقينا بالصدفة بطالب سعودي ساكن في أحد البيوت البيئية، وعدنا يضيفنا ويفرجنا على بيته. سمر خان هي شخصية إعلامية ارتبطت بمجالات أمن الطاقة وترشيد الاستهلاك في جامعة نوتنغهام. تعرفنا عليها أكثر وعلى قصة اختيارها لمجال دراستها. الطاقة هي عبارة عن حياتنا في كل يوم. إحنا الطاقة، لما أقول لك طاقة، عبارة عن أكلنا، عبارة عن شربنا، عبارة عن الكهرباء، عبارة عن كل الأشياء اللي إحنا أصلاً يعني حولنا، عبارة عن التكنولوجيا اللي إحنا عايشينها. يعني أنا سمر خان، باحثة دكتوراه في أمن الطاقة والطاقة المتجددة، ومهتمة جداً جداً بمواضيع ترشيد الاستهلاك وعصر ما بعد النفط. في ثالث متوسط، وش كنت تتوقعين نفسك تصيرين؟ هو سؤال صعب شوي. ثالث متوسط أو خلينا نقول ما قبل الجامعة. شخصياً أنا أحب الأقسام اللي هي الإدارية الاقتصادية، أحب الشيء ده. فكانت عندي حيرة في اختيار التخصص، يا إما في الجامعة اللي هي يا إما من ناحية الإدارة والاقتصاد، أو تخصص اللغة الإنجليزية، لأنه برضو اللغة الإنجليزية كانت من اللي هي اللغات اللي أنا أحبها. فأنت عارفة وين تروحين؟ فأيوه، يعني بين التخصصين هذا. فحصل أن أنا يعني كان الاختيار النهائي في تخصص اللغة الإنجليزية. لكن خلصت التخصص وقررت أنه أنا طالما أن أنا اجتزت المرحلة الأولى في اللغة الإنجليزية، أكمل دراسات عليا في الإدارة والاقتصاد. أنتم ما تدرسون الشيء الشخصي لكم أكثر ما يكون شيء عام على المجتمعات وال... أنا بحثي مثلاً قابلت 23 policy makers اللي هم صناع قرار في السعودية، researchers باحثين، خبراء في الطاقة، مدراء لأقسام في مختلف القطاعات في الطاقة في السعودية. فقابلتهم الحمد لله، يعني كانت طلعت بمعلومات جدا ممتازة منهم. خلاص أنا دحين في آخر مرحلة بحثي بإذن الله تعالى، وإن شاء الله أوصل للهدف في النهاية. هل خدمتك نوتنغهام في هذا التخصص؟ هو طبيعي البيئة اللي أنت عايش فيها تساعد أنك أنت يعني تحمسك أكثر في الاتجاه إلى تخصص معين. فأنا أول ما جيت هنا نوتنغهام وبريطانيا يعني بصفة عامة، لما كنت سافر يعني في الروت تريب، كنت أشوف ألواح الطاقة الشمسية، كنت أشوف اللي هي المراوح، المراوح اللي هي دي اللي هي الويند باورز والأشياء هذه. وأكيد يعني أكيد في النهاية أنت يعني هتاخد حقه. بس انتوا تقريبا انتوا ما تدرسون الشيء الشخصي لكم اكثر ما يكون شيء عام على المجتمعات. دائما لما انت تتكلم عن ترشيد الاستهلاك او انك تكون صديق للبيئه، لما تتكلم مع احد ما تقول له انه بس عشان البيئه، لا، تقول له اول شيء كشخص انت عايش في بيئه افضل لك انها تكون بيئه خضراء نظيفه. ثاني شيء والاهم، انت لما تيجي تكلم احد وما هو مقتنع من النواحي البيئيه، تقول له النواحي المادية. النواحي المادية. أنا ريم الخرجي، أخصائية مختبرات، أشتغل في مستشفى، حالياً أدرس ستيم سيل تكنولوجي في يونيفرسيتي في نوتنغهام، جامعة نوتنغهام. وش هو الشيء اللي توقف قلتي؟ أدرس خصائص الخلايا الجذعية. وش الخلايا الجذعية؟ خلايا، أول شيء خلايا. عموماً هي خلايا، أو الخلايا اللي عندها قابلية تكون أنسجة. أوكي. وعندها قابلية تحافظ على وظائفها أو تحافظ على كونها خلية أم. يعني هي خلية أم موجودة، ممكن نصنفها على أنها الخلية الأم لأي نسيج. طبعاً هي خلية الأم للجسم ككل، لكن كل ما نزلت أو كل ما تطور، كل ما كبر الشخص، يكون في كل نسيج خلية جذعية، النسيج يحافظ عليها عشان يكون عنده قابلية يجدد، يعوض الخلايا الميتة، يعوض في أي مشكلة، أي نقص، أي إصابات. هل نفترض أنه مثلا الخلية هي زي البذرة في النبات، بحيث أنه يطلع من الشجرة بعدين في كل غصن يكون فيه خلية جذعية ثانية تطلع أوراق الغصن وفواكه؟ تمام، هذا ممكن يكون لما نتكلم عن الخلية اللي تبدأ من الجنين، تطلع يطلع منها يعني تبدأ تكون نفسها، تبدأ تكبر الجنين، يصير فيه مثلاً خلايا متنوعة، كل نوع يروح لنسيج معين ويكون مسؤول عن تجديد النسيج هذا. ففي مثلاً الجنين يكون خلية اسمها جذعية واحدة. تمام. بعدين الخلية هاي تتقسم وتكثر، تتكاثر. جذعية كثير. تمام. بعدين كل واحدة مثلاً تقول أنا علي القلب.
أنا علي الكلية حالفتن عليكم. أي والله ما يأخذ رجلين لنا. فتبدأ كل خلية تهتم بهذا النسيج وهذا العضو. تمام. شو فائدة من دراسة هذا الشيء؟ إحنا عندنا مشكلة عموما في العالم، في مشكلة بزراعة الأعضاء من حيث إنه متوافر ومتبرعين الأشياء الثانية، يعني هل التطابق بين المتبرعين هذه كلها تسبب مشاكل في عملية النقل يعني. فإذا إحنا قدرنا من خلية واحدة نعوض الشخص من العضو حقه أو نعالج المشكلة اللي عنده في العضو مثلا يعني زي الكلية، قدرنا من خلية أو من خلايا معينة من جسم نفس الشخص نكون مثلا خلايا تقوم بوظائف الكلى، فهذا مرة شيء كويس. طبعا هذا التوجه عالميا يعني، إما بعلاج أمراض معينة أو أنهم يعوضون أنسجة معينة، بس من الحد الآن ما لسه كله على الكلينيكال ترايل وعلى الأبحاث يعني، هذا كل المجال بحثي يعني. هل مثلا ممكن تتخيلين أنك تدرسي اللغة الألمانية؟ ما عندي مرة كان انترست مرة أن أدرس لغات عموما يعني، فعموما مجالي عمل يعني، أنا ماني شاطرة بالحفظ، شاطرة بأشتغل يعني أفكر أحلل شيء زي كذا يعني. فبس فدخلت طب؟ تخطب. اوكي. ما حصل يعني، فحولت بعدها مختبرات ومشت الامور يعني. انا اقول الحمد لله يعني، مره انبسطت يعني. انك حولتي؟ اي لا انبسطت مره اني حولت يعني، كان خيار انسب يعني بالنسبه لي كشخصيه يعني. طيب ولما حولتي مختبرات لقيتي نفسك هناك؟ تقريبا. اول ماستر درستي وش كان؟ اداره صحيه. إدارة مستشفيات. إدارة صحة ومستشفيات. إدارة. بس إنه في المستشفى. في الحياة الصحية. إيه تمام. ليش؟ شلون؟ هذا أخذتي هنا ابتعاث؟ لا الإدارة الصحية أخذتها تعليم موازي وقت ما كنت أداوم أصلاً. طبعاً لأن عندي رغبة أكمل دراسة وهو كان مجال مفتوح. في نفس الوقت ما كنت أبغى أبعد يعني أخسر خبرة المختبر إنه أخذ تفرغ وأدرس وزي كذا، فدرست واشتغلت في نفس الوقت يعني، كانت تجربة. هل كنت تبغين هذا التخصص ولا ليش درستي إدارة؟ ما له علاقة بالمختبرات. بما أنها في المستشفى فأكيد له علاقة يعني، إحنا يعني إذا تطورنا وظيفيا في مجال، أنا دخلتها على أساس على يعني كان عندي بلان ممكن إنه أحد البلان إنه أغير مجالي يعني مثلا، لكن ما لقيت نفسي في الموضوع، ما حبيت واستل انه انا عندي انه هوس انه اشتغل في الريسيرش في الاشياء هذه، فرجعت يعني. بالرغم انك ما لقيت نفسك في الاداره خلصتي؟ خلصتك تحدي يعني، خلاص انه مو ما احب، ماني من النوع اللي امشي طريق احب اتركه، احب اكمل الاخير يعني، هي في النهايه ريزلت يعني، اتحمل نتيجه القرار اللي اخذته يعني. ناس كثير يعني غيروا مجالاتهم وشيء زي كذا بما أنهم درسوا حاجة ما يبونها يعني، أنا ما راح أقول لما اخترت الإدارة ما كنت أبيها مرة يعني، كانت تجربة في النهاية وكسبت منها، صح إنه شفت إنها ما هي مناسبتني مرة لكن استفدت منها في النهاية يعني. كيف تجربة الابتعاث؟ طبعاً شيء مرة انترست عموماً إنك تجرب شيء جديد يعني، كون إنك تكون يعني تكون في مكان لوحدك، أو صحيح مثلاً معك صديق، معك أخو، معك أحد سبورت، بس إنك يظل تعتمد على نفسك يعني، في أشياء كثيرة أنت اللي تتعلم. طبعاً في أشياء كثيرة أنا تعرفت عليها لأول مرة في الابتعاث يعني، في أشياء ما أدري وش يعني تفاجأت فيها يعني، زي مثلاً الكهرب. لما في كهرب؟ لا لما تدق تتفاهم مع واحد عشان تسوي فاتورة كهرب. طبعاً راح أقول إن أنا كنت غبية وسلكت يعني، كنا نتكلم بإنجليزي ويتكلمنا عن أشياء أنا ماني فاهمة فيها، وهنا البريطانيين ما تقولين له مو بزينة إيه يلا 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 مشها خلاص، تعال فاهم النقطة هذه ولا أعيد، ما تبي يعني ما فهمتي أجيب لك مترجم عربي يترجم لك، لا تسلك تسلكين ما تسلكين. آخر شيء أصلاً قفل ما أعطاني وجه يعني، قفلي خلاص، وكلمت اضطريت أكلم مرة ثانية عشان ولا استني لما تجيك الفاتورة تعرفين انت الشركة وش اللي متعامل الشقة اللي ناس قبلك متعاملين معها وتعاملي معها وخلاص انتهينا يعني، في فاتورة بتجيك في البيت تعاملي معها، وهذا اللي صار يعني، انتظرت لين جت فاتورة، طبعا انصدمت بالمبلغ أول شيء، دقيت فهمت معاهم وضبطت الأمور يعني تعدلت وقتها، فهذه من الأشياء اللي الله يطول بعمر الوالد أنا ما كنت أدري عنها أبدا يعني.
كم كانت الفاتورة؟ والله الفاتورة جتني 600 باوند سنوات. كم فترة كم؟ يعني أنا يدوب كنت ماخذ الشقة 3 شهور وجت بعدها، وطبعاً كانت فاتورة طبعاً 6 شهور لما كلمتهم وتفاهمت معاهم في الأخير إن استهلاكي كان 200 باوند بس يعني في الشهر. إحنا لو نجينا نتكلم إحنا عن الأشياء اللي موفر يعني موجودة عندنا إحنا في السعودية، بتفتح لك خلينا نقول موضوع إنه ما ينفع تتهم دائماً المواطن أو المستهلك في السعودية إنك أنت ليش ما أنت صديق للبيئة. يعني انت اي احد مثلا انا لو اقول لك خليك صديق في البيئه في السعوديه، احد اللي نعرفه حتى مو انك تعرفه، خليه موجود. طيب انت لو موجود انا حصادق، لكن انا كيف يعني حكون صديقه للبيئه واصلا ما عندي، ما هي متوفره عندي الطرق اللي هي تخليني انا اكون صديقه للبيئه. لما تتوفر عندك البدائل انت ممكن تروح وتقول للمواطن انت عندك بدائل، خفف من استهلاكك للسياره. في ديك الساعه انت يمديك ترفع عليه سعر البنزين صح، وانت مرتاح، لانك انت لو هو قال لك البنزين سعره غالي حتقول له طيب يا اخي روح استخدم الباصات او اللي هي الترام او وسائل المواصلات الاخرى المتواجده عندك. الترام اساس الناس يفهمون هو القطار اللي يمشي مع السيارات. بالضبط، واحنا حاليا ماشيين في الطريق الغلط لانه هذا المكان تمشي فيه الدراجات، بس ما هي مشكله اليوم ويك اند وما في دراجات كثيره. لا والناس هنا صديقين للبيئه. ما هم عشان صديقين للبيئه ما يبوك تمشي هنا. لا احنا بيئه. لا انت مو بيئه. ليش انا ماني بيئه؟ لا انت شخص، انت شخص عايش في البيئه. اوكي اوكي. انا قاعد، لا لا انا قاعد اعطي الشجر ثاني اكسيد كربون. اوكي صح، ففي في تبادل منافع بيني وبينه يعني. ايوه بس مو مره يعني. انت يعني احسب، انت احسب الشجره قديش بتعطيك واحسب انت ايش بتعطي انت كمستهلك. العوض والقطيع يعني. كيف تتنقلين؟ تنقلات والله هذه احد المشاكل بالنسبه لي، او بالبدايه يعني كان عندي مشكله فيها اساسا. طبعا احنا متعودين مدلعين سياراتنا عند الباب ونمشي وخلاص ووقف ونزل وخلصنا. طبعا كانت عندي مشكله الباصات في البدايه. طبعا احنا السيارات انه تركب مع سواق و... وعند وسط السياره وسط الباب وينزلك عند الباب وخلاص. ما دخلك جوا الجامعه. ممكن. بس انه هنا لا، طبعا اول ما جيت حسب ممكن خط البلده، اي مكان توقف فيه تمد يدك يوقف لك الباص. لا وكمان بعد انه مو اي باص يوقف لك، يعني انت اذا ما اشترت للباص ما راح يوقف. حتى وانت واقف في المحط، حتى وانت واقف بستوب اذا ما اشرت له ما راح يوقف. افرض ان الستوب حق كذا باص، افرض انك تبي الباص الثاني مو بهالباص، يعني لازم تقوم تمد يدك وتقول لحظه في باص. كم باص هي؟ على حسب يعني، انت المشوار كل المشوار له باص يعني. ففي باصات معينه الجامعه يجيها اكثر من باص يعني. في شيء يدخل على الجامعه، في شيء يوقف على البوابات الخارجيه، على حسب يعني. كل شخص يحرق زياده سواء كان شخص فرد او مصنع او مؤسسه كبيره، فكل ما زاد الاحتراق زاد الكربون، ثاني اكسيد الكربون. طيب مفروض يعني واجب الشجر انه ياخذون هذا ثاني اكسيد الكربون ويرجعون الاكسجين، وراهم مو بيسوون كذا. كات كات كات. صح خلاص خليهم ايش. انت حسستني من جد سعودي جاي يتضارب مع الشجر، انا بستهلك وابغى الشجر يقول لي شكرا خلاص كذا. مو انه تعرف الباصات على انه قد ما انه اتعامل مع نفسيات سواقين الباصات، لانه عادي يعني احيانا كذا تجي توقف يعني مثلا اقرب ستوب للبيت كان يوقف في باص الجامعه، لما اجي اوقف الصباح هو طبعا واقف مثلا يدخن طال عمره ما راح يشغل الباص هنا، يقول لي روحي الستوب الثاني انا هو الستوب الرئيسي حقي، انتظريني هناك اجي اخذك منه. طب ليه؟ طب انت واقف ركبني. الشيء الثاني انا لازم برضو يعني اذكر انه في عندنا امثله جدا جيده مطبقه عندنا في السعوديه. عندنا رحت يعني كذا زياره لجامعه الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا اللي هي كاوست في ثول في الغربيه. المدينة خلينا نقول إنها هي صديقة للبيئة بقدر الإمكان، هم بيحاولوا يخلوها صديقة للبيئة. يعني في السعودية يمكن نادرا ما تشوف اللي هي الله يكرمك الزبايل اللي هي تبع فصل المهملات وال هناك موجود، موجودة في كاوست، وحتى بيعملوا حركة جدا ممتازة إنهم هم بيساعدوا
المجتمع اللي عايش هناك انهم بيشجعوهم بطريقه اكثر انهم يكونوا يعني يساهموا في الشيء هذا ويستهلكوا النفايات اللي عندهم بطريقه منظمه بحيث انهم يحطوا الريسايكلينج ويحطوا الجنرال ويست ويحطوا الاشياء هذه اللي موجوده عندهم يصير لها اعاده تدوير فبالتالي هم بيعملوا زي هذه الحاجه مره يعني عجبتني عندهم بيعملوا زي بيشوفوا مثلا انه كل بيت قد ايش نسبه فصله للمهملات فمثلا اتوقع ماني عارفه بالمعلومه دي بالضبط لكن كل اتوقع شهر او كل شهرين الله اعلم بيحطوا زي العلامه كده قدام كل بيت انه انه هذا البيت البيت المثالي البيت المثالي ممكن كلمه بيت مثالي انه هو بيستخدم فصل المهملات بطريقه صحيحه بيت الشهر يعني ايوه يعني خلينا نقول يس يس انت اول شيء تحسها صعبه لما تفكر فيها انك ان انا حكون انسان صديق للبيئه ترى هذه مره حتاخذ مني وقت وصعبه ولا خاصه الشخص ما متعود سيارته ويرمي كذا في الشارع لا هذه شويه يعني كبيره يعني هذه يبغى له نتعب عليها لا هذه تعب عليه اكثر لكن انا اقصد انه كمجتمع سهل انك تتغير لانه هو عباره عن عاده السلام عليكم سلام هلا وحيا حي الحال يا مرحبا سلمك نواف المهنة أخوك أهلا سهلا حياك الله نواف طيب يا مرحبتين حلو شلونكم عساك بخير حي الله من جانا الله يحييك يا مرحبتين عاصم عبد اللطيف الاسم أنا جديد طالب لي 7-8 شهور في برنامج الدكتوراه في أول سنة في مجال المباني المستدامة تقنية المباني المستدامة مباني المستدامة يعني اللي تعيش واجد ولا حلو بنجي الحين على سالفة الاستدامة تبع كلية العمارة هنا تحت الهندسة في جامعة نوتنغهام اللي يسمعون كثير وش الاستدامة وش ما يعني الناس يتسألون وش المصطلح هذا جديد هو يعتبر عمره 30-40 سنة يقال انه بدأ من السويد فكرته أني أوفر معيشة أفضل للمستخدم الحالي ولا أضر البيئة أو ما أضر المستخدم اللي جاي بعده برضه فيهمني أني الجيل الآن اللي موجود أوفر لهم معيشة كويسة معيشة أفضل مو بالمستاجر اللي عقبك مو بالمستاجر لا عيالنا إن شاء الله اللي بيجون لها الأرض يهمني أن الأرض هذه تكون زينة لهم زين بمعنى أنه ما آكل اللي موجود كله ما أخرب الشجر اللي موجود كله ما ألوث البيئة اللي موجودة كله فيتضرر الجيل اللي بعد يعني لو يعني جيب مثال بسيط كنت طالع البر ثم يوم خلاص نظفت عفشك زبطت أمورك بحيث اللي جو بعدك يا سلام ما شاء الله وش ذا زين حبت خلاص تستاهل بقك الفكرة يا طويل العمر والسلامة أنه يعني لو تبي تفلسفها مبدأها ترى من الإسلام أنه لما الرسول صلى الله عليه وسلم يوصينا انه لا تسرف حتى لو كنت على نهر جار انت على نهر يمشي اصلا فمستحيل انه يخلص لكن الاسلام يامرنا ان ما نسرف علشان قيمه ومبدا عدم الاسراف وحفظ الثروه في كل تخصص طبقوا تطبيقات الاستدامه هذه احنا نتكلم عن المباني او الهندسه المعماريه الحين هذا البيت من اللي مسويه هذا يا طويل العمر نفذته شركة اسمها تراماك تبع هي شركة بريطانية عندها منتجات كثيرة بالمجال الاستدامة الأرض تبع الجامعة اتفقوا مع الشركة هذه انه تعالوا نفذوا البيت هذا على حسابكم بحيث انه نسوي عليه تجارب ايش عناصر الاستدامة اللي موجودة في البيت هذا في اكثر من عنصر او اكثر من تجربة مثل ما قلت لك استخدام اللوحة الشمسية في على السقف بحيث انه البيت ما له سطح هو السقف الهرمي حق الكوخ يا سلام عليك حاطين عليه معبينا كلها حقت الواح شمسية أيوة بالضبط الألواح الشمسية طبعا في أنواع في شيء أفلام رقيقة في أشياء ألواح يعني لها سماكة اللي مستخدمين هنا الأفلام الرقيقة استخدام الطاقة الشمسية هنا مستخدمينه بحيث أنه يساعد في الكهرباء برضو في تسخين الموية هنا سخانة الموية 70% من تسخينها تأخذه من ألواح الطاقة الشمسية والباقي 30% هذه تاخذها من الكهرباء العاديه فالى 70% تبدا من الصفر الى 70% تسخن على الطاقه الشمسيه متى ما احتاجت زياده لل 100% تاخذ من الكهرباء العاديه الزياده تصير احيانا اتوقع في الشتاء صار في غيوم ما هنا ذاك الشيء بالضبط او استخدمت السخان بشكل متكرر فتحتاج انك تسخن بالكهرباء يعني
هذا تطبيق من تطبيقاتها. في زي ما انت شايف هنا الفتحة اللي بالسقف هذه نظام تهوية. من قلنا من مبادئ الاستدامة اني اوفر لك بيئة نظيفة تؤهلك للعيش بشكل افضل. إيه؟ فجوه البيت انت تحتاج هواء نظيف، تحتاج انه يكون متهوي بشكل ممتاز. جيد. فهذا نظام تهوية يسحب من البيت ويدخل هواء جديد نظيف من برا. لكن ميزته انه مواسير السحب او البايبات حقت السحب وحقت تغذية الهواء جنب بعض، فالهواء اللي يدخل لك ما هو بارد بدرجة حرارة اللي برا، لانه لمس الماسورة اللي ساحب الهواء من الحرارة اللي هنا. فالهواء يجي موزون، يجي فريش لكن يجي موزون بدرجة حرارة البيئة الداخلية. خلينا نشوف هنا، احنا بنروح البلكونة بس هنا في حل جميل. الدائرة هذه إيه وش فكرتها؟ منطقة الدرج جاية في وسط البيت ما عندها نوافذ. حلو. من أساليب المعيشة الأفضل أني أستخدم الإضاءة الطبيعية في إنارة البيت في النهار، فما أحتاج أستخدم اللمبات. السقف الهرمي للبيت بالشكل هذا في يسمونه سان بايب، اللي هو ماسورة أو بايب كبير معدني يعكس الشمس، وفيه شباك فوق وفي الزجاجة هذه، فالإنارة دخلت لي لقلب البيت طبيعيا يعني مركزة وإيه تنور لي القلب اللي هو ما حوله شبابيك. فما تجي إنارة طبيعية. ما شاء الله. هذه البلكونة، هذا البلكونة اللي فوق، هذا اللي أوه في هواء يدخل من تحت، هذه اللي احنا سكنا الشباك اللي تحت اظن. ايه؟ هذه الان الارضيه زي ما انت شايف مفتوحه مع اللي تحت. ايه؟ فمجرد فتحنا للشباك هنا وشباك تحت يسوي لي تيار يحرك لي الهواء في المكان هذا. تحريك الهواء يفيدني في العزل بحيث انه ما يتجمع لي هنا هواء ساخن يتسرب الى جوه البيت. ممتاز. اي حاله طوارئ تستخدم هذه على الكهرباء، لكن وش تدفئة البيت العادية؟ الدفايات العادية هذه ما هي الكهرباء، هذه موية ساخنة تتسخن من دفاية برا، وهذه من الأشياء الأساسية في البيت المستدامة، إنه التدفئة على نظام اسمه بايو ماس فيول. وش فكرته باختصار؟ قطعة خشب صغيرة مضغوطة تحط في مخزن يكفيك 8 شهور تقريبا. أيوة. وفي ماكينه برا ممكن نشوف، هي مقفله يعني لكن ممكن نشوفها من الخارج، تسحب الخشب هذا اللي هو براده نشاره خشب مضغوطه. حلو. تسحب الخشب هذا تحرقه تدفي لك المويه اللي تجيك للدفايات في البيت كله. طيب مو بالحرق ذا ما يطلع ثاني اكسيد الكربون؟ ابدا، هي خشب طبيعي ينحرق بدرجه حراره خفيفه، فما تطلع لك ما هو نار يعني، ما هي حريقة. حتى الدخان اللي تشوفه يدوب، تشوف دخان أبيض خفيف ما يضر. محمد وش دخلك في ذا المجال؟ أنا بكالوريوس عمارة وتخطيط من جامعة الملك سعود، وأشتغل معيد في الجامعة. طلعت بعث الماجستير في كندا والآن في بريطانيا. الدكتوراه أن يسر الله، تونا في بدايتها. الله يسلمك، تسلم. كان فترة التقديم والبحث عن التخصص يعني حوسة، أي واحد مر في البحث عن القبولات تلقاه كان محتاس يعني ويجرب أكثر من طريق. كنت مقتنع يعني بمبدأ الاستدامة في المباني، وهو توجه جديد يحتاج شغل أكثر وتجارب أكثر. اللي جالس أنا أبحث فيه الآن ويمكن يكون هو نطاق بحثي، اللي هو عن الحلول المستدامة للمساجد. في بحوث كثيره شغاله على الريزيدنشال بيلدينج، المباني السكنيه، الاوفيسز، الكوميرشال. المساجد لسه تحتاج بحث زياده، والمسجد مهم. صح، من اكثر اتوقع الاماكن عندنا اللي تستهلك طاقه. بالضبط. المصلين كثير. وضعه صعب صراحه المسجد عندنا، يعني على سبيل المثال في الرياض عندنا اكثر من 15,000 مسجد في مدينه الرياض بالحالها، كل مسجد له فاتوره كهرب يعني بالمبالغ اللي تسوى، لانه مع الاسف ثقافه ما دام انه الحكومه تدفع والوزاره الشؤون الاسلاميه ترسل فواتير الكهرباء وخلاص تدفع، ما في احد مسؤول ويدفع من جيب قيمه الفواتير، فما حد حاس بال والمدن غالبا مو متقاعد فيقوم يطفي اللمبات اخر الليل. بالضبط، هذا اذا صار في مدن احيانا الحارس المسجد ما همه يعني. صح. المكيف يشتغل 24 ساعه مو مهتم. ليش نهتم مثلا بانه ما يشتغل مكيف 24 ساعه؟ لانه شغل المكيف مده طويله
في استهلاك للكهرباء، هذا يتعارض مع الاستدامة، في تلوث من خارجي. الهواء الخارجي بالضبط، وهذا يتعارض مع الاستدامة. والمكيف لما يشتغل أكثر هو ما يوفر بيئة داخلية نظيفة للمستخدم، يعني الأمراض تجي من المكيفات، فرق درجة الحرارة اللي يسبب المكيف المزعج صراحة بعض المساجد مثلا. صحيح. انه الواحد يرتاح مثلا في درجة 22 درجة مئوية، لا هم يبردون المسجد لين 16 لأن درجة مئوية، يحسبون احيانا انه مثلا صلاة المغرب يمتلي مرة فيحتاجون، لكن تجي صلاة مثلا العصر اللي مثلا اقل والناس دواماتها برد، ما فيه الا قليل المصلين. وبدل ما اوفر لك يعني فراغ داخلي مريح، لا صار يهتمون انه اوفر لك فراغ داخلي بارد. هذه المشكلة. الشباك الزجاجي هذا اللي دخل الإضاءة، قلت لك النص البيت في الدرج هذه المدورة. أيوة. من هنا يعني زجاجة، وفي ستانل ستيل بايب لين اللي تحت، فيوصل لك الإضاءة الطبيعية في النهار إلى قلب البيت. الحديد وهذا المعدن هذا يقوي النور، يا سلام، يعكسه ما يمتص النور إلين يصل لقلب البيت. هذه نشارة الخشب اللي هي البيوماس فيول يسمونه، نشارة خشب مضغوطة تجي بالحجم هذا. إيه. تحترق جوا الماكينة، هي ماكينة ما تشوف يعني، ما في نار ما في أي شيء. وتدفي الموية اللي تدفي الدفايات البيت، ومن جوا البيت تضبطها زي أي دفاية عادية على درجة حرارة معينة أنت تبغاها. ممتاز. فهو خشب اللي ما يرمى حيث نستفاد منه. هذا الواجهة طبعا ميزتها هو بلوك اسمنتي خفيف، اللي يسمى الاسمنت الخفيف، ما هو البلوك العادي. ميزة انه عزله كويس، ولاحظ ان الجدار هذا ما عليه اي نافذة. وصمت بالضبط، لانها الجهة الغربية للبيت، فما يبون يفتحون عليها اي نافذة علشان ما تخرب الدراسات حقتهم والابحاث. ومخلينها تماما مصمتة، ومخلينها بلون فاتح بحيث انها تعكس اشعة الشمس ما تمتص، وملمسها خشن زي ما انت شايف. وهذه بلكونتك؟ هذه البلكونه من برا بالضبط. ايه. زي ما انت شايف، اذا بتشوف السقف فيه الخشن اللي هو السقف العادي الناعم هذا، او النظيف اللي هو الفيلم حق البي في، او اللي يسمونه فوتوفولتك، اللي هو الالواح الشمسيه. هذه الالواح الشمسيه بالضبط. وذا المربعات اللي فوق وش هي؟ هذه الثنتين اللي هي قزازة زي النوافذ، تدخل لك إضاءة لللوفت اللي هو هرم البيت، يستخدم كمستودع وك الأدوات التخزين وكذا، الأدوات الاستدامة برضو، يعني في فوق مثلا المحول اللي يحول لك من الطاقة الشمسية إلى الطاقة الكهربائية، في فوق الماكينة حقت المروحة قلنا التهوية، في فوق يعني الأشياء المستدامة.